السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع بيعمل لك الخرائط الذهنية بطريقة سهلة جدا من خلال الذكاء الاصطناعي، بحيث يساعدك في تكوين التكست ويساعدك في ربط المواضيع ببعضها ببعض زي ما انت شايف. يعني ممكن تقول له بس ايه، انا عايز العنوان الرئيسي كذا، فهو اوتوماتيك كتب لي التكست وحط لي الحاجات الفرعية وبدأ يكتب لي التكست، فهتلاقي توفير جامد جدا للنصوص. انت عايز يطلع منه ايه النقطة الفرعية اللي طلع؟ ممكن تكتب تقول له مثلا المجموعة الشمسية، تلاقي هو حط لك المجموعة الشمسية وحط لك الكواكب، وبعد كده تقول له أنا عايز النجوم، فيبدأ إن هو يحطها لك بطريقة سهلة جدا وبسيطة.